بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد لعمل شروحات الخرسانة والصرفة. وقبل ما أبدأ أحب أذكر كل الجسادة اللي بيتابعونا، المرة يتابعونا على اليوتيوب وبرضو على الفيسبوك، وإن شاء الله هنلاقي كل الفيديوهات اللي احنا قدرنا ننزلها. وأتمنى أن نسمع منكم التعليقات على نبتدي على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء اللي فات تقريبا في الاختبارات اتكلمنا على اختبار الكومبريسيف، فكان في تعليق من احد الزملاء بيقول ان احنا في مصر شغلنا كله مكعبات اللي هي 7 في 7. المكعبات 7 في 7 اللي احنا شغالين بيها في مصر دي غالبا ديت جايه من الكود البريطاني اللي هو البي اس، وديت اتكلم عليها الكود المصري اللي هو 2421 ده سنة 1993. وان شاء الله هيبقى في لقاء تاني كده هوت هنتكلم فيه على الكومبريسيف بالنسبة للنظام حسب الكود المصري. لكن اللي فات قلت حضراتكم ده حسب الكود الاوروبي اللي قلنا عليه اللي هو 196 EN196. المرة دي ان شاء الله هنتكلم على الوزن النووي زي ما قلت لحضراتكم، وفي بعض الصور كده اللي احنا هنحاول هنوضحها على قد ما نقدر كده وقت لغايه ما ان شاء الله ننزل الفيديو اللي هو بنعمل فيه الاختبار عملي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا قبل كده هوت برضو للذاكره ان الاسمنت الاكواد اللي اتكلمت عليها لو حضراتكم فتحتم الكود اللي هو الاس تي ام سي 150 ده اللي بيتكلم على الاسمنت بصفه عامه، بيوصفه وبيشرحوا وبيوضحوا بصفة عامة. يعني كل حاجة هتلاقوا نهوت حتى هتلاقوا هنا في بند بيقول اللي هو بيحدد او بيتكلم على الريفرنس دوكمنت، يعني كل المواصفات اللي بتتكلم على كل اختبارات الاسمنت هتلاقي من عندك من سي 33 لغاية سي 1038 كل حاجة منهم بتتكلم على اختبار من ضمن الاختبارات ده حسب الكود الامريكي اللي هو الـ ASTM. ده بالنسبة للتجميع اللي هو كله موجود في سي 150. احنا هنا هنتكلم على الاسبس جرافيتي اللي هي رقمها تقريبا سي 188. ASTM سي 188 دي اللي بتتكلم على الـ 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 الكثافة الاسمنت. طيب ايه هي كثافة الاسمنت؟ كثافة الاسمنت زي ما هنقول برضو هي وحدة الحجوم لحبيبات الاسمنت، هو ده التعريف بتاع الاسبابس جرافتي او الوزن النوعي. طب ايه هي فايدة الوزن النوعي؟ ان انا اجيب الوزن النوعي ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في اني هيفيد اللي هو المصمم الخرسانة ان يقدر يضبط جودة الخرسانة لما يجي يعمل الخلطات الخرسانية، وان هو يقدر يتحكم في جودتها. ايه هي كثافة الاسمنت بقى؟ كثافة الاسمنت لو عرفناها كده تعريف كده ببساطة هنقول هي النسبة بين كتلة الاسمنت وحجم حبيباته. ديت زي ما قلنا لحضراتكم الاس تي ام اللي ممكن تقروها ونراجع بعض فيها هل احنا وقعنا في خطأ ولا لا، وان شاء الله ان شاء الله مش هنقع في اي اخطاء. طيب هتكلم دلوقتي على مواصف شكل الجهاز اللي هشتغل بيه. الجهاز ده اسمه لو شاتيليه فلاسك، هو اسمه كده لو شاتيليه فلاسك. اللو شاتيليه فلاسك دوت لو حبينا نوصفه في برضه معانا صوره هي بتتكلم على شكل الجهاز او القنينه اللي هشتغل بيها. مواصفتها ايه الازازه ديت؟ قال اهي هي عباره عن بالون كده دوت له قاعده يرتكز عليها بحيث ان الازازه تبقى راسيه ما فيهاش اي ميول، والكباسي بتاعها او لو عايرتها هيطلع 250 سي سي او 250 سنتي متر مكعب. الحاجه الثانيه اللي فيها ان هو لازم اشترط لازم تكون متدرجه من واحد، يعني تحت هي عباره عن بالونه اهي، يعني لو نرجع ثاني هي بالونتين، ادي بالونه كبيره وهنا بالون صغير. البالون الصغير ده الساعه بتاعته الميه من عند الواحد لغايه ال 18 هيديني البالون الواحد دوت هو 17، حتى تلاقي مكتوب عليه رقم 17 اهو، رقم 17 في درجه حراره 20. طيب قال لازم يكون في تدرج، يكون من الزيرو للواحد اهو، من الزيرو للواحد
من الزيرو للواحد، تمام؟ ده واحد اهوت، وادي الزيرو. يبقى انا بقى لما اجي اشتغل لازم اصفر او اوصل مستوى الماده اللي هشتغل بيها من الزيرو ده للواحد، واحتفظ بيه واسجله عندي اللي هو الزيرو بتاع الجهاز بتاعي. الجزء الثاني بادئ هنا من 18 لغايه 24، اذا الازازه كلها مترقمه من واحد او من زيرو لغايه 24. هو ده المسافه اللي هو الاسمنت هيتزاح، هيزيح الماده اللي هنستعملها في قياس الكثافه، وهيبقى واقف موجود مكانه. ده بالنسبه لشكل القنينه اللي هشتغل بيها اللي احنا قلنا عليها ثانيه اللي هي لو شاتيليه فلاسك. وده التدريج برضه لازم يكون مهم عشان اي واحد هيشتغل في المعمل لازم ياخد باله من التدريج ده، يعني مش اي ازازه يشتغل بيها. طيب انا جبت الازازه بتاعتي وهعمل وهجيب عينه الاسمنت. طب هختبر ازاي؟ اول خطوه عندي ان انا لازم املاها ماده اقيس بيها كثافه الاسمنت لا تتفاعل مع الاسمنت. فاتفق كله ان هي ماده الكروسين هي افضل ماده ان هي ما تتفاعلش مع الاسمنت لما اجي ادخل اسمنت جوه الازازه. ما ينفعش استعمل الميه، الميه بتستعمل مع الحاجات اللي هي ما بتولدش اماها او تفاعل حراري وتشوك. فطبعا معروف لا الرمله بتشوك ولا الزلط ولا التربه. انا هنا اهوت الراجل بتاع المعمل اهو جاب الازازه وسماها، اداها اي رمز وليكن بيه عشان ما تختلفش مع بقيه الازاز اللي عنده، وملاها ماده السولر، وصل العلامه لعلامه الزيرو. الزيرو اهي مع حضراتكم، اهي الزيرو باينه ما فيهاش ادنى مشكله. وطبعا الازازه لازم تكون نظيفه ما فيهاش اي حاجه لازقه من الجناب عشان ما تقللش من الحجم اللي هو بتاع رقبه القنينه اللي هي الجهاز ده هيندفع لفوق. طيب الحاجه اللي بعد كده اهوت قال احطها على حاجه مستويه ما يكونش فيها اي ميول بحيث ان انا اعرف احدد مستوى ماده الكيروسين معايا. ادي ماده الكيروسين اهيت عند الزيرو، اتفقنا على كده. طيب اللي بعد كده هعملها ان انا هجيب وزن الاسمنت. الراجل قال وزن الاسمنت دي ايه بقى؟ قال عينة الاسمنت المختبر عندك هتاخد منها 64 جرام. هو حدد 64 جرام ليه؟ لان هو قال لك لو انت زودت ده، المعلومه دي تقريبا ممكن تكون شبه الصح، ان هي لو زادت عن 64 معنى كده ان ممكن السولر اللي شغال بيه او الكروتين شغال بيه هيعدي مستوى ال 24. فهو عنده علاقه ضروري، هو عمل التجربه دي اكتر من مره فقدر يوصل ان الماده اللي استعملها مش هتطلع اكتر من 24، لان العينه الماده دي الكيروسين لو ارتفع فوق ال 24 يبقى ما عنديش رقم هقدر اخده واحدد الحجم بتاع العينه. طيب انا هوزن 64 جرام، قال انا هوزن قد ايه؟ قال هوزن 64 جرام زائد او ناقص 0.05. حتى هنا الراجل بتاع المعمل شبه شاطر شويه، وزن الوزنه جت معاها هي برضه الرقم ده بنحفظه ونسجله عندنا عشان ده لا يخش معانا في الحسابات. ادي اهو الرقم اهو واضح 64 جرام 0.05، يعني في الحدود اللي الكود بيتكلم عليها. طيب وصلنا ل 64 جرام، خلاص كده خلصت. هخش المرحله اللي بعد كده ان انا هجهز سطح افقي واحط عليه الجهاز بتاعي وعينه الاسمنت موجوده معايا. طيب هل هينفع ان انا اشتغل على حاجه رخاميه بالشكل ده او حاجه زي السيراميك او البورسلين؟ طبعا مش هينفع، ان دي ازاز ممكن تتكسر. هي نعم هي جامده بس لغايه حد معين. طب هعمل ايه؟ هحطها على حاجه، بعد ما احط عينه الاسمنت هحطها على حاجه مصه للصدمات، يعني حته سفنجه، حته قماشه، حته كاوتش، اي حاجه بحيث تبقى صده يعني مصه للصدم بتاعها، لان انا في الساعه ديت بعد ما احط الاسمنت هبتدي الف الازازه ديت على السطح الافقي اللي قدامنا. هبتدي احط وزنه الاسمنت ببطء كده بالراحه واحاول ان ما اخليهاش تلزق في جناب الازازه. بعد ما ابتدي احط حطيت الاسمنت عندي هبتدي اميلها زي ما انا شايف. ادي حوالي الحاجه اللي بقول عليها مصه للصدمات وابتدي الفها. طبعا هي متعكره هنا ولونها غامق واخده لون الاسمنت لان لسه الاسمنت ما رصبش تحت. هفضل الف فيها كده اهوت لغايه ما اتاكد ان مفيش اي هواء بيطلع معايا. الهواء طبعا هيبان، هو باين يمكن تشوفوه فيه اهو البياض ده الهواء اللي طالع وبيطلع من هنا اهو. طيب
بعد ما عملت دي وكل حاجه هعمل ايه؟ الخطوه اللي بعد كده هحطها في حمام مائي. حمام مائي لازم اكون محدد درجه حرارته علشان قرايه الحراره اللي انا بدات بيها وخدت بيها زيرو الجهاز لازم تكون هي نفس درجه الحراره اللي هاخد بيها الفاينل او القرايه النهائيه بتاعت الجهاز. ادي الجهاز وادي الميه اهي فيه. طيب لا في بقى في حاجه ثانيه صح، ان هو هنا في غطا الراجل بتاع المعمل اهوت بيحط الغطا فوق بيقفل بيها علشان ما فيش اي تراب يقع او يحصل اي حاجه، او ان هي لو مالت ان الجاز الكروسيل اللي بستعمله او الماده البتروليه اللي بستعملها تطلع بره او وقعت. فطبعا ده كله هيبقى على حساب الوزن. اهو الراجل برده كويس، اهو بيقيس الحراره اهوت بحيث الحراره دي اللي هو اراها في بدايه الاختبار تبقى هي نفس درجه الحراره اللي بيقرا بيها في نهايه الاختبار. اهي برضو اهي اهي. طب هو طبعا ايه لما حط العينه ابتدى ماده الكيروسين بترتفع بنفس مقدار الحجم اللي شغل الاسمنت تحت، الاسمنت كله تحت في الازازه من هنا، فطبعا دفع الكيروسين لفوق. فاحنا هناخد القرايه دي، طبعا عندي معلومات الزيرو بتاعي اللي انا بادئ منه واشوف ارتفع قد ايه في الازازه. هحاول اقرا بقى الرقم، يعني مثلا اهوت ابتدي اسجلها واخش مرحله الحسابات. طب اهي ما برضو مكتوب عندنا وجبناها تبع المواصفه اللي احنا قلنا عليها اللي هي الاس تي ام سي 188 اهي برضو للتذكره اهيت. يمكن برضو عايزين تراجعوا برضو الطريقه اللي احنا قلنا اللي قلناه. ادي المواصفه اهي، ادي الرقم اهو، الطريقه المعادله اللي حسب بيها الراجل برضو ممكن تتراجع. دي برضو من ضمن الحاجات اللي لازم نتاكد منها عشان هي معلومه عندنا، ان كثافه الكثافه بتساوي وزن الحجم. انا عندي الوزن الاسمنت اللي حاططها 64.5، وطبعا هشوف المسافه او الحجم اللي شغله الكيروسين لما ارتفع وهحسبه عليه، يبقى وزن على حجم هيديني الكثافه. هنحسبها مع بعض تاني اللي هي اتحسبت. حسبت ازاي العينه؟ ادي اهو المعادله بتقول وزن عينه الاسمنت اهي على الحجم الارتفاع في الزيت. حجم ارتفاع في الزيت اللي احنا قلنا عليه هيبقى 3 وهيبقى كام؟ ادي 20.3 اهي، 20.3 الارتفاع، يبقى من الزيرو لغايه 20.3. اجي احسب بقى الوزن بتاعتي 64.05 على 20.3 هيديني 3.155. احنا قلنا الرقم ده هيفيد مصمم الخرسانه في ان هو يضبط الجوده بتاعت الخرسانه، الرقم ده نحفظه ونعرفه. طب ايه 3.155؟ يعني بمعنى اصح كده اهوت بالبلدي المتر المكعب من الاسمنت الاو بي سي يعمل 3155 كيلو. من الاخر يعني لو احنا جبنا متر مكعب خشب وصندقناه متر في متر وعبيناه اسمنت لو انا وزنته هيديني 3155. ده بالنسبه لكثافه الاسمنت وطريقه ان انا اوصل لها ازاي، الاسباس الوزن نوع الاسمنت واقول ان انا وصلت لها ازاي، دي طريقه. طيب هل كل كثافه الاسمنت واحده؟ في الاصل واحد، في الاصل كثافه الاسمنت معروف ان هي متفقه كلها انها 3.15، ولكن ايه اللي بيخليها تبقى 23؟ ايه اللي خلاها 2.9؟ ايه اللي خلاها 2.8؟ زي ما قلنا قبل كده اهوت، لما يجي الراجل اللي هو مصنع ماده الاسمنت في المصنع عنده وبيعدل في التركيبات فبيخلق نوع اسمنت جديد، فبتختلف الكثافه وتختلف في النعومه. اذا الاسمنت كل واحد، ولكن لما بيجي يعدل في التركيبه الكيميائيه بتاعته بيبتدي يطلع نوع جديد من الاسمنت. وزي ما قلنا قبل كده ان الاسمنت دلوقتي بانواع كبيره كتير جدا من الاسمنت. في الاسمنت قلنا البورتلاند العادي والاسمنت الحديدي والاسمنت مش عارف الهاي سلاج والاسمنت عاد الخبث والاسمنت الابيض والاسمنت مش عارف المقاوم للكبريتات واسماء جديده، ولسه هطلع اسماء من الاسمنت تاني كتير. ده بالنسبه لطريقه عمل الوزن النوعي للاسمنت او السبيسيفيك جرافيتي للاسمنت باستخدام ازازه او قنينه اللوشاتيليه.